هرم عليك والله العظيم ما يجيبها الا رجالها. بس الشيرن الفرق ده انا اللي هاخده. انا بقول لكم اهو، انتوا اتفقتوا معايا ان اشتري الجرام اقل من سعره بربع جنيه، انا اشتريته اقل من سعره ب 30 قرش، يبقى الفرق ده من حقي. حقك والله العظيم حقك. يا سلام يا سلام، حقك طبعا. بس بقول لك يا بابا، ما تسيبك مشتري من البريزه ده، الله يكرمك، ما تبصش تحت رجليك، خلينا نشوف شغلنا بقى. وحياة امك. لا هو ده شغلنا. لا يا حاج، مش هو ده شغلنا. اهم حاجه ان احنا كسبنا 30 قرش في الجرام. بالظبط كده يا حاج، يعني احنا ممكن لو بعنا دلوقتي في كل جرام نكسب 30، بس لا احنا مش هنبيع، احنا هنشتري وهنشتري وهنشتري لحد اخر الشهر. يعني يابا هنقعد نكسب طول الشهر من غير ما نبيع جرام ذهب واحد؟ ايوه، بس افرضوا يعني ان سعر الذهب نزل. طب ما ينزل، الله، ذهبنا برضه هيفضل عندنا ونستنى لحد ما هوب يروح طالع تاني. يا حاج طول ما احنا معانا سيوله وشغلنا مش متعطل احنا في الاخر كسبانين. وبعدين اطمن يابا، عمر سعر الذهب ما ينزل ابدا، بالعكس طول ما احنا بنشتري هيشح من السوق والسعر هيبقى في العالي، ساعتها بقى نفتح باب المغاره ونطلع الذهب والياقوت والمرجان. ونعمل في الوقت ده يابا السعر اللي احنا عايزينه، سعر الريان، ونقدر ساعتها نفرض السعر الاعلى مش الاقل زي ما انت كنت بتقول يا حاج فتحي. ماشي يا حاج احمد، يا ابو دماغ الماظ. ايوه بس احنا كده هنبقى عايزين يجي 20 محل عشان نحط فيهم الذهب ده كله. بالصلاه على النبي، احنا عندنا بدل المحل اكتر من 20 محل يا حاج. طب وانا هعرف منين؟ ما هو ما حدش قال لي. وانا بعرف عنكم حاجه يا ولاد توفيق غير اللي انتوا عايزين تقولهولي؟ بس بقى هو بيني وبينك يعني يابا، مهما كان عندنا محلات مالهمش قيمه، لازم محل في السهله، السوق الرسمي للذهب في مصر. من الناحيه دي ما تقلقش خالص يا سيد الدكتور، الولا جورج بقى صاحبي وحبيبي، هينزل يعس معايا في الصيغه كلها لحد ما نلاقي المحل اللي يليق بينا. صحيح على فكره يا حاج، انت كمان هيبقى عندك محل ذهب احسن من بتاع جورج. محل ذهب ليا انا لوحدي؟ انت بتتكلم جد يا واد يا حاج فتحي؟ طبعا يا حاج. في الصيغه؟ لا في المصنع. انت بتتريق عليا يا روح امك. لا والله يابا، المحل بدل ما هو مقفول كده نفتح محل ذهب على مستوى، حاجه تليق بيك وبينا. اهو كلها جواهر يابا. الله الله عليكم يا ولاد توفيق، اهو كده الشغل بصحيح. عشان ارجع الحته تاني، توفيق الريان الجواهرجي. يا رب يا رب. نتكلم بقى في المفيد، مش عايز جنس مخلوق يعرف حاجه على اللي احنا بنرتبه واللي احنا بنعمله. ولا حتى امك؟ ولا حتى امي، يا دوبك على قدنا كده وحبشي جوز اختنا. مش عايز كلام بقى قدام لا خدامين ولا سكرتاريه ولا موظفين ولا سواقين. يعني بالمختصر المفيد، داري على شمعتك تقيل. اهو انت كده يا سميحه، ما تصدقيش الا لما تشوفي بعينيكي. وبصراحه يا بدريه انا مش مصدقه اللي شفته، كل دي محلات ذهب بتاعتهم، دول زي ما يكونوا يا اختي لموا الذهب اللي في الدنيا كله وحطوه عندهم. ولما يبقوا حاطين كل الذهب ده في البترين يبقى بعقلك كده مخبيين ايه؟ بيني وبينك يا بدريه، انا ولا عودته ولا اتعودت ادور وراه. ما هو ده من عبطك. وهستفيد ايه لما ادور وراه؟ تأمني مستقبلك يا اختي، وديكي لما دورتي وراه لقيتيه كل يوم مع واحده شكل. بس بقى ما تفكرينيش. خلاص انا غلطانه اني بنصحك. ما هو بالعقل كده يا بدريه، اذا كنت انا مش عارفه هو عمل الحاجات دي امتى وازاي، هعرف ازاي اللي مخبيه؟ يا شيخ عيب عليكي، الناس كلها بتتكلم عن جوزك وعن فلوسه، وانت ازاي مش عارفه حاجه ابدا كده؟ طب بذمتك انت بتعملي كده مع فتحي؟ يا اختي انا فتحي جوزي ده ما يقدرش يخطي خطوه واحده من غير ما انا ابقى عارفه اولها من اخرها. خلينا في المهم، انا عايزانا نتنصح زيهم كده، زي ما هم شركة احنا كمان نبقى شركة، وزي ما هم بيكسبوا في النور احنا نكسب في الضلمه. برضو مش فاهماكي يا بدريه. بصي من هنا ورايح انا اي حاجه اعرفها حاجه اقولها لك، بشرط ان انت كمان اي حاجه تعرفيها تيجي على طول تقوليها لي. يا مصيبتي، انت عايزاني اتجسس على جوزي يا بدريه؟ بسم الله. الله 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 الله. يا حبيب يا حبيب، ازيك يا لوز يا ابن اللوز؟ ازيك انت يا فضي يا ابن الفول؟ عامله ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ الله اكبر الله اكبر. امال عليا فين؟ عليا نامت طبعا. هي هتفضل مستنياك لحد دلوقتي ولا ايه؟ والله هي عملت خير انها نامت، بس يعني انا بتضايق من نومها بدري، ده الساعه 8 ده. ما يا حبيبي لسه نوم،
يعني لازم تنام وتشبع وتاخد كفايتها في النوم عشان صحتها. كلام الله، احنا كنا نونو ما حصلش حاجة وكنا بننام متأخر، ايه المشكلة يعني؟ يا روحي انت من زمن وهي من زمن تاني خالص. وبعدين والله عليا وحشاك قوي، تعال لها بدري. وانا لو هاجي بدري اجل عليا. لا عليا انا عايز اقعد معاها الصبح. وبعدين مسألة الرجوع بدري دي بقت صعبة قوي، شغلي بقى كتير، انا والله ما باكل. يا روحي طب تحب تاكل دلوقتي؟ يا ريت. بس بلاش تدبها جامد عشان تعرف تنام. طب بس انا بس طب بس هاكل ايه؟ الله ايه المشم ده؟ يعني ايه؟ اللي عند الشاي انت بلعته؟ فين المشم ده؟ فين المشم ده يا بدرية؟ ما قلت لك ما اعرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ يعني ايه؟ انا عايزه في الدرج انا قبل ما اكل الصبح. راح فين؟ راح فين؟ يا راجل بابا اتكلم يا راجل. انت ما بقتش تعرف تصل طولك من غيره. وانت مالي عليك اصل طولي ولا ما بصلش طولي؟ بتخافي عليا قوي؟ انت اللي خدت البرشامه بدريه، انت مخبياها، انت مخبيها البرشامه بدريه. فكي صوتك، العيال حريصهم يعرفوا ان مون بقى مدمن. مدمن انا دلوقتي الفجر، هات البرشام. خد القطعه بتاعتك اما تشوف اخرتها مع الزفت ده ايه؟ اهلا وسهلا، ازيك يا حاج؟ اتفضل. يزيد فضلك يا اخويا، الله يستر اصلك. يا ريت لو ممكن يعني شوية شاي صغارين كده. سكرك يا حاج. مظبوط يا ممدوح، اتنين شاي لو سمحت. حاضر. تأمرني يا حاج؟ الأمر لله، بس نتعرف الأول. اسم الكريم إيه إن شاء الله؟ جورج. جورج حلو، حلو اسم جورج، عشت الأسامي. بص يا جورج يا أخويا، أنا هجيب لك من الآخر كده، أنا عايز أشتري المحل. المحل المحل ولا الذهب اللي في المحل؟ الله ينور عليك، الذهب اللي في المحل. كله ان شاء الله. ها هتبيع لي الكيلو بكام بقى؟ بسعره يا حاج. بايه؟ بسعره. لا حلوه النكته دي. جرى ايه يا جورج يا اخويا؟ ده انت كلك مفهوميه. بقول لك هاخد الذهب اللي في المحل كله، تقول لي بسعره؟ لا لا لا، انا هقصر عليك الطريق واقول لك على الخلاصه. انا هاخد منك الجرام اقل من سعره في السوق ب 30 قرش. ما هو لا باهو، وهدفع لك الفلوس كلها دلوقتي حالا كاش. بالمفهوميه كده، شغل دماغك يا سي جورج وركز معايا. اللي هتفضل تبيع فيه 3 4 اشهر انا هاخده كله وادفع فلوسه كلها في التو واللحظه. معلش بقى ما تاخذنيش يا سي جورج يا اخويا، لو انت ما وافقتش هخطف رجلي على المحل اللي قصادك، اقعد اشرب الشاي بتاعي هناك واخد كل الذهب اللي انا عايزه وبالسعر اللي انا عايزه. ايه رايك بيه؟ سكر ولا سكر؟ طب نفترض ان صاحب المحل مرضاش يبيع لك الذهب بالسعر اللي انت عايزه. افترض براحتك، وانا برضو هتصرف براحتي. ولا ايه يا اخويا؟ ولا رجل ربك ولا حيكون. هات هلا هات. بس انا متهيالي يعني يا جورج ان صاحب المحل لما هيشوف الفلوس دي قدامه متهيالي كده انه هيوافق على طول ان شاء الله. لا يا حاج انا موافق، اديني دقيقه واحده. دقيقه واحده هتعمل ايه؟ هقفل باب المحل وارجع لك. كده اقفل يا اخويا، اقفل. فتحت خلاص كده. الله ينور عليك. عد الفلوس انت بقى.